مين عم يلهيني عن شغلي؟ انا ومين اخذ لي عقلي وعم فكر فيه كل الوقت حتى انا عم بلاحق المجرمين؟ انا ومبسوطه بحالك؟ طبعا لانك مغروم فيي. كانت حلوه سهرتنا امبارح، لو ما خلصت بطريقه بشعه كانت بتطير العقل. عن جد كانت بتاخذ العقل. يلا من عادة. اكيد. انت شو عاملي هلا؟ رايحة على المستشفى عند سنة، بعد شوي بيفتحوا العناية الفايقة بدي اشوفها. رايحة لحالك؟ رايحة مع رومي لخبرتك عنها، يحيى عندي برا. طيب منيح، انتبهي لي على حالك. فكر بالموضوع. اوكي. كنت بدي اسألك، رجع حكيكي هيدا اللي اسمه ناصر؟ لا ما حكيني. بده يكون غير رأيه وما بقى بده يعمل يلي طلبته منه. يلا بيكون أحسن. أنا بوعدك إنه أعطيني شوية وقت وبسحب لك إياه من رقبته. ما رح تعطيه ولا ليرة، ما تعطيها. هودا الناس الزهران نحن بنعرف نتعامل معهم. أنتوا الأميرات الحلوين ما بتعرفوا تتعاملوا معهم. طب يلا روح. روح روح ما بقى تلهيني. روح على شغلك، اتركني بدي أمشي. طيب منيح، انتبهي على حالك، بحبك. أنا كمان. باي.